إلى سنن الدارمي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن واليه وعن المسلمين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه، ما زلنا مع كتاب الحيض والاستحاضة، ما زلنا مع باب في غسل المستحاضة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة رضي الله عنها وعنهم جميعا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت أم سلمة لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يكون بها الذي كان وقدرهن من الشهر، فتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم تصلي. أكمل سي؟ لا هذا ثاني مرة ثانية معلش. نعم. قال السند قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجل أخبره عن أم سلمة رضي الله عنها وعنهم جميعا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة رضي الله عنها كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت أم سلمة رضي الله عنها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يكون بها الذي كان وقدرهن من الشهر، فتترك الصلاة لذلك، إذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل ولتستثفر بثوب ثم تصلي. طيب جزاك الله خير. هذا أيضا ما زال الكلام موصولا على المرأة المستحاضة، والمرأة المستحاضة التي استمر معها الدم وعبر أقصى مدة الحيض وما زال مستمرا، فهذه تكون مستحاضة. وكيف العمل مع المرأة المستحاضة؟ خذ المرأة المستحاضة إما معتادة لها عادة تحفظها في كل شهر، وإما مميزة. يعني إيش مميزة؟ يأتيها الدم على وتيرتين، يأتيها الدم على وتيرتين، ثم بعد ذلك هي أيضا تميز بين دم الحيض وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دم الحيض أسود يعرف أو يعرف له رائحة معلومة. فهذه المميزة ترجع إلى التمييز، الأولى ترجع إلى العادة والثانية ترجع إلى التمييز، الثالثة هذه التي المتحيرة قالوا عنها أو المبتدئة التي لا تعرف شيئا ولم يأتيها الدم وليست هي أصلا أهل تمييز، فهذه كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني لها حل آخر، وهي أنها تتحيض في علم الله 6 أو 7 من الأيام، فما حالها على عادة ولا تمييز. أما الأولى حالها على التمييز، كان لها تمييز تميز، فإذا جاء الدم الذي تعرفه أنه دم الحيض تقف عن الصلاة حتى يذهب ويأتي غيره بلون أو يعني بهيئة غير الهيئة الأولى، فتعلم أنها بذلك مستحاضة، فتبدأ تغتسل ثم تتوضأ كل صلاة وتستسل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرأة كانت تهراق الدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الدم مستمر دفعة عنده، هو ده دم فساد مش دم يعني دم فساد، فاستفتت أم سلمة لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يأتيها الذي كان وقدرهن من الشهر، فتترك الصلاة لذلك، فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل وتستسفر ثم تصلي. المسألة في الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى جواز الوكالة في السؤال، أن تتوكل ثقة يسأل لك تأخذ إجابة وتعمل بها، والشرع قد كفل ذلك كما فعل علي بن أبي طالب مع المقداد بن الأسود لما قال: أن كنت رجلا مزاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أمر عمار وأمر المقداد ثم أسأله أيضا، فذهبت أم سلمة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنها معتادة فأحالها على العادة، كان يعلم أنها معتادة فأحالها على العادة، قال: لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن مدة الحيض قبل أن يكون بها الذي كان، فإذا كان آخر يوم من الحيض اغتسلت واستنقأت وأيضا يعني غسلت المحل وتحفظت وتوضأت لكل صلاة،
لكل صوت. فهذه حاله الآن على الأيام والليالي التي كانت تحيدهن. احنا قلنا أصناف الناس مميزة ومعتادة. مميزة كان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضأي وصلي فإنما هو عرق. هذا ما قلناه بأنه حالة مميزة على الدم الحيض الذي تميز بينهم. وسأت ذلك في الحديث قول ابن عباس أما ما رأت الدم البحراني، وفي قولي إذا رأت دما عبيطا فأمسكي أيام أخرائك يعني أيام عادتك. وذلك النبي قال إذا خلفت ذلك يعني الدم الذي فيه التمييز. نعم رضي الله عنك أحمدي أحفظك رب. وحضرت الصلاة فلتغتسل ولتستسر بثوب. فقلنا هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم أحال المعتادة إلى العادة، قال تنظر الأيام والليالي التي كانت تحيدهن، وأحال المميزة إلى دم الحيض، قال دم الحيض أسود يعرف. انتظر الحالة الثالثة وهي المتحيرة أو المبتدأة، هذه بتنظر في لداتها أقرانها في أهلها فتقول إذن الحيض عندي 6 أيام أو 7 أيام كما أمها كما أختها، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحيض في علم الله 6 أو 7 ليس اشتهاء، تجتهد وتطر نفسها هي من 6 أم من 7. ثم بعد ذلك إذا مرت غسلت المحل واغتسلت وتوضأت لكل صلاة، وإن اغتسلت فهذا من اجتهاد، إن اغتسلت فهذا من اجتهاد، ولكن الأصل أنها يعني تغسل محل وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ، هذا حالها إن أرادت أن تصلي. الفوائد المستنبطة جواز الوكالة في السؤال. إن شاء الله الناس بالسبق وترك مجلس العلم ونجاة المرء في سؤال العالم الراسخ، ولذلك رجعوا جميعا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فاصلة وهي مسألة الصلاة. الإسلام فضل المرأة وجعلها أحكاما خاصة. الإسلام فضل المرأة وجعلها أحكاما خاصة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.